جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمع رمز الى اسمه بالحروف ميم وعين من المدينه النبويه يقول: انا شاب متزوج بزوجه تدرس في بلد غير البلد الذي اعيش فيه، وديارها بعيده عني جدا، وهي تعيش مع اهلها في تلك البلد، وقد حاولت ان انقلها الى بلدي بدون جدوى، وانا اعيش الان وحدي بلا زوجه وكاني لم اتزوج، ووالدها مبسوط من هذا الوضع لانه يستفيد من راتبها، وانا والله لا اطمع في مالها، وإنما أريد زوجة تقوم بحقوقي عليها. وما أريد منكم يا فضيلة الشيخ أن تشيروا علي، هل لي الحق أن أتزوج عليها زوجة أخرى أم أطلقها أم أصبر على هذا الحال، مع العلم أنني قد تعبت جدا في أمور حياتي بسبب حالي المذكور؟ جزاكم الله خيرا. من حيث العموم، الواجب على الزوجة أن تتبع زوجها وأن تنتقل معه إلى البلد الذي هو مقيم فيه إذا لم يكن عليها ضرر في ذلك، هذا هو الواجب من أجل أن يحصل المقصود من الزواج بالنسبة للزوجين، ليعف كل منهما الآخر وليقوم كل منهما نحو الآخر بما يجب عليه من حقوق الزوجية. هذا من حيث العموم. أما من حيث الواقع الذي ذكره السائل فهذا يتبع الشرط. إذا كانت المرأة شرطت عليه أن تبقى في بلادها وأن تبقى في تدريسها ووظيفتها في بلادها فلها ما شرطت، لها ما شرطت، إلا أن تتنازل عن هذا الشرط، وتنازلها عنه أحسن لها. كونها تتنازل عن هذا الشرط وتتبع زوجها هذا أحسن لها، لكن لو تمسكت بهذا الشرط فلها ما شرطت، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وفي الأثر: إن أولى ما وفيتم به من الشروط فاستحللتم به الخروج. أما إذا لم تكن شرطت عليه أن تبقى في بلادها أو في وظيفتها التي في بلادها فإنه يلزمها بالذهاب معه، ويلزمها هي ويجب عليها أن تسافر معه إلى مقر إقامته، لأنها زوجته، وليس لوليها الاعتراض على ذلك، ليس لولي أن يمنعها من ذلك، ولا سيما إذا كان منعه لها من أجل استغلالها واستثمارها، هذا حرام عليه أن يحول بين زوج وزوجته من أجل أن يستغل راتب بنته، هذا حرام عليه.